الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجودين معاكم على الراديو 90 90، وانضم لينا دلوقتي المطرب النجم حلم عبد الباقي، اللي بنقول له انت منورنا ومشرفنا كمان في اصيل واصلي على الراديو 90 90. حبيبي مساء الفل، و برحب بيك وبرحب بكل السادة المستمعين لأصيل وأصلي و90 90. تسلم تسلم، انت نورتني. كان من قيمة بتاع سنتين كده لا ولا أكتر. ثلاث والله اكتر من 4 سنين. يا السنين بتجري سنين بتجري ربنا يديك الصحة والعمر كله يا رب، ودايما كده في تقدم بإذن الله. تسلم يا حبيبي. احنا حلقتنا النهاردة هنتكلم هندردش معاك، نعرف بس الناس. طبعا في ناس ما تعرفش المطرب حلم عبد الباقي، وفي ناس عارفه طبعا المطرب حلم عبد الباقي. اللي عارفين احنا المطرب حلم عبد الباقي، ابسط حاجه هيسالوا اول سؤال: لماذا ابتعد حلم عبد الباقي عن الساحه الفنيه؟ ليه؟ سؤال على فكره بيطرح لي كتير قوي. ايوه ليه؟ يعني انت راجل، يعني انا في المقدمه في مقدمه البرنامج انا قايل اللي انت عملت اكتر من 6 7 البومات يعني، او 8 البومات. طب ليه يعني؟ انت من جيل الثمانينات والتسعينات، والجيل اساسا الناس كانت بتسمعك وما زالت بتحب اغانيك، طب ليه سبب الابتعاد؟ والله بص، انا حاولت اسال نفسي نفس السؤال ما عرفتش اجابه. يعني انا مش عارف قولي لي ايه يا مرايتي. مش عارف ايه الاجابه، بس هي فجاه كده الدنيا كلها مع بعض كده، لقيت نفسي انا توقفت. أسباب ممكن تبقى أسباب قدرية، وفي أسباب يعني أسباب قدرية، يعني في يعني مثلا يعني أسباب فنية، ابتعدت عن الفن مثلا، الجو الفني ما كانش عاجبك، اديني سبب يعني. الجو العام في الفترة اللي أنا بكلمك فيها دي كان أيام ما كان التلفزيون المصري فقط لا غير هو اللي موجود على الساحة الفنية، ده في الثمانينات والتسعينات. لكن في الألفية الجديدة من أول 2000 متهيألي واحد أو 2002 ابتدى تنعنع يعني شوية نقط يعني. يعني أنا كنت من الناس اللي الحمد لله اللي حققت نجاحات كويسة الحمد لله، ولقيت أنا وأنا بتفرج على التلفزيون المصري تمام، لقيت بيزيع كل ما هو مش مصري. عارف لما يجي لك في الفتره اللي فاتت دي، لا الفتره اللي انا توقفت فيها يعني كان ساعتها بقى طلع بقى من جديد عبد الله رهيب والله رهيب. أيوه. صح كده لا وطبعا مع احترامي لكل الفنانين، والدلع يا حلو والحاجات مع احترامي لكل فنانين الوطن العربي يعني بس كنت دايما بقول ان التلفزيون المصري والفضائيه المصريه المفروض تبث كل ما هو مصري تمام. يعني عارف احباطات يعني. طب انت ابتعدت عن المجال الفني سنه كام ورجعت له سنه كام؟ انا ابتعدت تقريبا 2007 تمام، يعني انا حجيت في 2007 وبعدين قلت ياد رايح شويه يعني يا رب وتتكرر تاني باذن الله. يا رب باذن الله. وقعدت بقى فتره كبيره قوي لغايه حوالي 2014 و15 وبعدين بدات يعني شويه كليبات بقى سناجل وكده حاجات كده وبدات في الاخر بقى لقيت نفسي مش عارف اعمل اي حاجه في حياتي غير ان اكون فنان والناس تقابلني في الشارع. فين ذكريات؟ فين مع السلامه؟ فين عشان خاطري؟ فين نورت ايامي؟ طب ايه سبب الرجوع؟ طيب ما هو ده اللي انا بحكي لك عليه بقى، اللي هو ايه الناس بتسالك بتقول لك فين ذكريات؟ فين احنا احنا مفتقدين الاغاني الحلوه، مفتقدين الاحساس الحلو، مفتقدين الكلام اللي ليه معنى، ومفتقدين كذا واحنا بنحبك. والله يا عبد الفتاح في الشارع كانت الناس توقفني صادق والله، تقول لي يعني ليه انت يعني عملت حاجات حلوه قوي واثرت فينا وحبينا على اغانيك وكده، فيا ريت ترجع. هو ده السبب الرئيسي اللي خلاني ارجع بتصميم ان انا ان شاء الله. طب هل انت رجعت برضو بنفس اللون بتاعك اللي انت كنت ماشي فيه، اللي هو اللون العاطفي الرومانسي شويه، المزيكا اللي هي مش سريعه قوي برضو، رجعت بنفس اللون دوت؟ يعني انا بروح للحته دي، يعني انا بحب الحته دي الدراما والاغاني اللي فيها شويه طرب بس اكيد هيبقى في تطوير، يعني تطوير لان المزيكا دلوقتي اتطورت عن زمان كتير انت شايف كده طبعا طبعا. الدنيا اختلفت كمان كالحان وككلام وكده، بس انا في الاول وفي الاخر انا دايما بدق ان انا اختار الكلمه اللي انا مقتنع بيها. يعني انت بتختار الكلمه قبل اللحن؟ اكيد، لان الكلام دلوقتي هو المؤثر الرئيسي في الناس تمام. يعني ما اختارش اي كلام ولا اي حاجه عشان دي اغنيه لا انا بحترم المستمع. يعني نقدر نقول ان انت رجعت الفن عشان تغني لمزاجك دلوقتي بالظبط
صح كده؟ لمزاجي، وكمان اقول للناس انا موجود، يعني انا عايز اعمل فن الحمد بجد لله. وان شاء الله يعني عايز اعمل لله. فن بجد، وعايز اوصل للناس بجد. طيب انا برضو يعني انا طبعا يعني وش الخير معروفة للفنان حلم عبد الباقي، اغنية الذكريات. ابنتي الاولى. ابنتي الاولى، ولو انك انت عملت اول البوم ليك سنة 85، ومتهيألي الذكريات دي كان سنة 95 94 في التسعينات. في التسعينات صح كده؟ تمام. في فرق 10 سنين انت عملت فيهم اربع خمس البومات، مفيش حاجة ضربت زي خطافة؟ في اغاني ضربت في اللايف زي خطافة، وبعدين الاغنية اللي هي كانت يعتبر حطت حلمي عبد الباقي على الطريق صح؟ على التراك صح، هي كانت ذكريات. دي كانت كلمات مين بقى والحان؟ دي كلمات مصطفى كامل والحان حبيبك مصطفى كامل. طبعا حبيب قلبي. حبيب قلبي. كلمات مصطفى كامل والحان مين؟ والحان حسن دنيا، وتوزيع اشرف عبد. كان يعني ممكن تقول لي كده في اقل من 30 ثانيه كده كان قصتها ايه؟ يعني احنا كنا في برنامج ايام ما كان الاستاذ مدحت شلبي بيعمل برامج. فتقابلنا ورجع دلوقتي بيعمل برامج كابتن مدحت شلبي. فتقابلنا قلت له مصطفى انا هتجنن، انا بمشي في الشارع الناس تقول احنا بنشوف ده. احنا مش عارف ايه بنشوف في التلفزيون، بس انا عايز حاجه مؤثره ومش عارف انت ايه. عايز الناس تقول حلمي على طول، حلمي عبد الباقي بتاع كذا، حلمي عبد الباقي بتاع كذا. فقعدنا انا وهو واخترنا الاغنيه وجبنا حسن دنيا. عارف انت المطبخ بقى. فكانت ذكريات، وكنا يعني شبه متاكدين ان شاء الله الاغنيه دي هتعمل حاجه كويسه قوي معانا. وفعلا والله وغنتها وان تيك على فكره في الاستوديو مره واحده. طب غنيتها وان تيك عشان ما كانش فيه اجهزه زمان بقى اللي هي بتاعه البلوتوس والحاجات دي، ولا الاجهزه اتغيرت برضو دلوقتي؟ لا هو غنيتها وان تيك لان انت لما تحس من حبك ليها، لما تحس الحاجه كويس قوي بتعيش فيها كويس. احنا لازم نروح نسمعها وهترجع بقى ايه، لازم نسمع منك ايه، الناس برضو مستنيه منك اللايف. هتغني لنا قديم وهتغني لنا ايه جديد ان شاء الله. ان شاء الله. أنا لسه كنت بقول حتى للنجم، حتى يعني من فترة 92 لغاية 98 كان فيها كمية أغاني طبعا، كمية كل واحدة أقوى من الثانية. صح. يعني زمان احنا كنا نعمل شرايط الكوكتيل بدل ما نقعد نشتري الشريط ده وشريط المطرب ده وشريط المطرب ده، بلاقي هدود طبعا طبعا، وعامل لي شريطين ثلاثة كوكتيل كده عشان تشغلهم في العربية ال 28 بتاعت زمان. ايوه 28 قمر قمر. حبيبي يا نجم والله. حبيبي. طيب يعني اغنيه الذكريات ديت انت قلت لي عملتها انت والفنان مصطفى كامل، ببعت له التحيه طبعا هو حسن دنيا طبعا حبيبي. ربنا يوفقه اساتذه طبعا يعني، وان شاء الله يبقوا يجوا ينورونا في اصيل واصلي. عايز ارجع اكلمك عن المطربين الفتره الحاليه. بياخدوا بعض الالحان او التيمه بتاعه الالحان لمطربين في الثمانينات والتسعينات والسبعينات وبيكرروها في اغانيهم دلوقتي. عايز اعرف رايك، بس الاول اخد محمد عطيه. الو يا مساء الورد والسعادة. ما انا مش هخليك على التليفون ده كله يعني، عقبال يعني هو لو جاوب السؤال اساسا الباقه عندك هتخلص. انا كفايه بعد الاغنيه ديت والله، يعني الذكريات ديت من اروع الاغاني. انت كل جمعه كده بتروح يعني مشغل آلة الزمن، واخدنا من الزمن اللي احنا فيه لاجمل ايام عمرنا بامانه. انا اموت في كلمه آلة الزمن دي، هي دي الكلمات المامه شاعر يا جدعان. وطبعا انت جايب ابن بلد يعني الزقازيق والشعريه. الزقازيق والشعريه حبيبي ربنا يخليك. ما انا عندي مستمعين كتير جدا عمالين اتصلوا من اسماعيليه، فقلت لهم شرقيه واسماعيليه فرد الكعب نص ساعه. طبعا منور معاك النجم حلم عبد الباقي. الله يخليك يا حلمي، من اعظم الاصوات اللي كان الواحد بيحب يسمعها. يعني هو سيره من سمات التسعينات والثمانينات دي حاجه اساسيه يعني. ربنا يخليك يا رب، تسلم لي. طبعا حضرتك عامل فوق السبع البومات واغاني كتير وبتاع، هستاذنك ده ان انا لخصتهم في حاجه صغيره. قول عطيه، انت دايما كده تدينا الحاجه الحلوه بتاعت كل ضيف احنا بنستضيفه. الحمد لله. بقول وانا ماشي في اصعب طريق قابلت ابن بلدي النجم حلمي عبد الباقي، وقلت له قلبي وعيوني من غيرك يا خساره الفن كلام في كلام. قال لي يا عيني ذكريات وحشتني ايامنا زي الايام دي، وفي اليوم ده هي دلالي عليه. قلت له عشان خاطري نفسي ارفض الغنى الايام دي ويرجع حلمي عبد الباقي عمر زمانه. قال لي الله في سماع انا العاشق وانا بدأت ترجع الايام دي، واول عيون اللي قلت لها نورت ايامي. الله. قلت له من قلبك؟ قال لي يا جرح قلبي لا شوق ولا الايام وحاضر زي ما تيجي. قلت له مكتوب وانا ماشي حزين غير على رد اعتبارك وقت ايدك، وقول للحب احلى اغاني. قال لي مين اللي دلك عليا ولا مره اتخدعت حتى حبيبي اللي قلت عليه الا اول حب ما كانش حب كله ده كذب وروح وانا روح. قلت له يعني خلاص انا غلطان؟ قال لي مش كلمه مني ومع السلامه.
الله الله، ايه رايك بقى؟ صدق تؤمن بالله يا نجم؟ ايه الجمال ده؟ صدق تؤمن بالله عطيه النجم مش حافظ كل اغانيه كده؟ والله ايه الجمال ده يا رب. والله يا يعني يا ريت تبعتها لنا يعني هنبقى ما خلاص دي عندنا دلوقتي بقت حصري. انا مش هضيع الحظ ان عددك في الفريندز عندي فانا هبعتها لك حاضر. تبقى بعتها له بقى على الماسنجر بقى يا عطيه. وعايز بقى اغنيه عشان خاطر انا بعشق الاغنيه دي جامد جدا. عشان خاطر بس في الساعه الثانيه دلوقتي احنا النجم عايز اصعب طريق. برضو من اروع اروع الاغاني وتصويرها كان حاجه جديده جدا، كان فعلا فيديو كليب ملوش حل. ايوه دي حقيقه فعلا. انت عطيه والله جهد مشكور ليك، كل مطرب احنا بنستضيفه في اصيل واصيل واصلي تقعد تقول لنا الشعر وباسامي اغانيهم حاجه جميله يعني. برنامج انا من عشاق برنامج انت عارف، ومن يعني انا من جيل الثمانينات يعني مواليد الثمانينات، فطبعا اتربيت على الاغاني والفن الجميل ده يعني. وبعدين الواحد بيبقى مبسوط يعني بالضيوف اللي بتيجي معاك كلهم. الله يخليك يا عطيه. ميرسي يا حبيبي، ربنا يخليك يا عطيه. الف الف شكرا يا عطيه، نورت يا عطيه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. طيب ارجع لك بقى نجم بقى نجاوب على السؤال دوت، موضوع بقى تيمه الالحان اللي بتتاخد من الاغاني القديمه للاغاني ايه؟ انت ما جربتش حاجه زي كده او ما حبيتش حاجه زي كده او تاخد منك تيمه من بعض الالحان او يعني؟ لا يعني او اديني رايك. يعني انا مش انا يعني انا بعتبر ان ده افلاس افلاس فني. انت راجل بتلحن او راجل بتقول غنوه مفروض يبقى ليك تمتك الخاصة. افلاس لمين؟ افلاس للملحن طبعا. طب اسكان المطرب هو اللي عايز، ما هو حر بقى. المطرب بيقول لك عشان اتشهر بسرعه انا اجيب تيمه لحنيه قديمه احطها في لحن جديد تبقى في ودن الناس، الناس تبقى عارفاني على طول. بالظبط يعني هي خطط. تحس ان انا ايه انا مدير التخطيط دلوقتي بتاع الفريق القومي. مش ده اللي بيحصل؟ لا طبعا بيحصل كده، بيحصل كده. وبتاخد اغاني ام كلثوم وبتاخد اغاني عبد الوهاب وبتاخد يعني بصراحه صعب. يعني انت مش مع انت طبعا. رافض الموضوع. انا لو عايز اغني اغنيه كامله من الاغاني القديمه اغنيها كامله مفيش مشكله. انت لازم تسمعنا اغنيه قديمه النهارده يا تحت امرك. انت بتحب فايزه ولا ورده ولا؟ طبعا ممكن اقول لك انت بتميل لمين. شغل بليغ يبقى ورده. يبقى ورده طبعا، صح كده. طب انت لو هتسمعنا دلوقتي هتسمعنا حاجه ليك؟ اسمعك نورت ايامي عشان الناس تبقى جميل، ولا اسمعك اصعب طريق؟ اللي انت عايزه. اصعب طريق ماشي، يلا اصعب طريق. لسه مكملين اصيل واصلي على الراديو 90 ومنورني النجم حلم عبد الباقي اللي استمتعنا منه باغنيه اصعب طريق، ولسه طبعا هيغني لنا طبعا نورت ايامي وذكرى. احنا النهارده مش هنسيبه غير طبعا قال انا بحب ورده، وهسمعكم كمان حاجه الوردة. بس معانا واحد مسمعليه، محمد مسمعليه، عايز اقول لك ده يعني مثلا ايه كل دقيقتين اقول له طب اصبر شويه، كل دقيقتين يقول لي اصبر، يقول لي لازم اكلم النجم. يا محمد الو. ازاي حضرتك يا فتاح؟ ازيك يا محمد، منور الدنيا كلها. والله انت منور الراديو يا ريس، ربنا يخليك. معاك النجمه وحلم عبد الباقي. استاذ حلمي مساء الفل يا محمد. انا بحبك. وانا بحبك والله العظيم. انا بحبك وانت ليك عامل كبير في والله في شخصيتي مش ببالغ. والله العظيم انا حبيت على اغانيك وفرقت على اغانيك وعشت حياتي على اغانيك قسما بالله يا حبيبي. والله ربنا يخليك. والله انا جسمي مقشعر وانت بتكلمني وكل الكلام ده. والله انت بس الكلام طلع من قلبي، اكيد حاسس بيا. والله حاسس، والله حاسس. انا بس رافع فتح معلش سيبني بس لان انا ما صدقت. 30 ثانيه معاك اهم اهم. والله يا استاذ حلمي انا معايا تاكسي بسمعليه شغال على تاكسي، اغانيك على طول في التاكسي شغاله. الناس اللي كانت تقول مين ده؟ الراجل ده سمعناه زمان. الاغنيه دي اسمها ايه؟ اقول لهم حلمي عبد الباقي. فالناس تقول لي والله الراجل ده يعني، واحده بتقول لي والله انا عارفه الاغاني بس ما اعرفش اسمه. يعني عايز اقول لك عامل لك دعايه واعلان بسمعليه يا حبيبي. يا رب يخليك، يا رب يخليك. انت عسل يا محمد وانت منورنا. ده بتحب له اغاني يا محمد؟ والله الذكريات ومع السلامه وعشان خاطري. بص انا عايز اقول لك شغل كبير بقى يا جدعان الكلام ده. حالة انا بحبك يا استاذ حلمي يا حبيبي. بص انا النهارده تعيش مش ببالغ والله. والله انا عمال على فكره انا راجل العربيه بقى من ساعه اول مره اتكلمت وعمال اتصل ورا بعض علشان ما حدش يلحق يتصل قبلي. يا رب يخليك يا محمد. انت نورتني يا محمد. قول لي طب يا محمد، طيب عايز تساله في حاجه؟ لا انا بس عايزه ما اكتفيش تاني لان احنا تعبنا من يا عم انا جبت لكم اهو الراديو. لا لا مفيش اختفاء تاني ان شاء الله. وربنا يسعدك في حياتك يا رب. يخليك يا محمد، نورت الدنيا يا محمد. حبيبي يا محمد تسلم لي، تسلم لي، ربنا يخليك. طيب هنقرا شويه كده على الفان بيج في اسلام الدالي زمن الفن الجميل الفنان حلم عبد الباقي. في كمان رندا صلاح اغنيه مع السلامه. زياد جمعه بيقول بمس عليك يا سيدي، متشكر على الكلام الحلو دوت، وبمس على حبيبي واخويا ابن الشرقيه الكريم الفنان العظيم حلم عبد الباقي. يا ريت نسمع ذكريات
نورت ايامي. ده ياسر السروي منور يا ياسر، انت فينك يا ياسر من زمان. في كمان جمال بيقول احلى مسا عليك وعلى النجم حلمي عبد الباقي، ويا ريت نسمع منه اغنيه مع سلامه لايف. ماشي يا جيمي. وفي كمان اسلام الدالي بعت لك احلى ورد. رحمي عصام بيقول انا بحاول افتكره كمان معاكو. ابو صقر بيقول احلى مساء وتحياتي لضيفك الكريم يا فتاح، وريت نسمع احلى اغاني الزمن الفن جميل، ومسي على كل اصدقاء الراديو 90 90، وريت اسمع اغنية الذكريات وعلشان خاطري واصعب طريق واتخدع. عايزين نرجع طيب لحوارنا. طب يا نجم الناس كلها بتحبك والله يا نجم، الحمد لله الحمد لله. كلمني بقى عن علاقتك بابناء جيلك من التسعينات. المنافسه كانت بينكم ازاي؟ كانت الدنيا كانت عامله ازاي معاكم؟ يعني احنا مثلا دلوقتي ايه، كل مطرب دلوقتي في الالفيه الجديده بيجي يعمل اغاني بيقفل على نفسه، انتوا كان الدنيا برضو تقفلوا على نفسكم؟ انا خالص. كنت اعرف اللي انتوا كنتوا كلكم تقعدوا مع بعض بنسمع لبعض. والله بنسمع اغاني بعض. هو ده بقى اللي انا عايز اعرفه. والله فعلا كنا بنسمع اغاني بعض. وايه رايك يعني انا افتكر مره كنا قاعدين في الاوتو ماركت وكنت انا ومحمد فؤاد وكده، وبعدين قلت له النبي تعالى خد شاي معايا وبتاع، وجي البيت معايا وسمعته كل الاغاني اللي انا كنت بعملها. يعني عايز اقول لك ايه، في حب اصلا، في حب. وكل واحد ناجح معنا، يعني كل واحد فينا كان عامل هدايه وناجح. كل واحد فينا ناجح، مفيش حد كان بيطمع مثلا في اغنيه زميله خالص خالص، يمسك الملحن يقول له عم انت اديته اغنيه مثلا مش عارف كذا ونجحت معاه، انت لازم تعمل لي واحده كذا. يعني عايز اقول لك فعلا كان في حب بجد، لان كان كل واحد ناجح، كل واحد له جمهور، وكل واحد له شريحه بتحبه. والموضوع فيه بقى صفاء نية جدا جدا، تعالى اسمع شغلي وانا اسمع شغلك، وايه رايك ويقول لي طب ما لو عملنا وهكذا وهكذا. يعني فعلا. طيب عايز اعرف بقى، ارجع معاك كده من البدايه، مين بقى اللي كان سبب دخولك في او اتجاهك لمجال الفن؟ كان يعني ايه الموضوع ده من زمان قوي. انا كنت سامع اللي هو نشيد بلادي حاجه زي كده. مين قال لك؟ كنت في المدرسه. ايوه صح، كنت بعمل نشيد بلادي بلادي بلادي. الله عليك، يعني انت كنت بتغنيها في المدرسه او تنشدها في المدرسه على طول كل يوم في طابور الصباح؟ اقول نشيد بلادي. ده كان بدايه الغنى بالنسبه لك؟ بدايه الغنى. النشيد ده هو اللي حببك الغنى ده قصدك؟ بالظبط. تمام. وبعدين كان في الشرقيه بقى يجوا ايام العيد القومي للشرقيه. فيجيبوني علشان اغني بلادي 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 بلادي. فعلا انت نورت ايامنا ونورت حلقتنا والله يا نجم. والله انا معايا تليفون طب من اسلام، عشان بقاله بتاع ساعه وربع عايز يكلمك. الو يا اسلام. الو يا فتح، ازيك يا اسلام؟ منور الدنيا. منورين والله، ربنا يخليك. مفاجاه حلوه والله عملها لنا النهارده. تسلم، معاك النجم اهو بقى. تسعدني. مساء الفل يا اسلام حبيبي. مساء حبيبي، وحشنا والله. ربنا يخليك يا رب. ما تغيبش عنا بس. لا خلاص حرمت. هو اخوك كان غنى لنا حرمت احبك لورد. مش عايز اسمع منه حاجه كده العزبي ولا رشدي يا اسلام؟ يا ريت رشدي. رشدي ولا العزبي؟ اللي يعجب الناس. طب تحب انت تغني لنا؟ خلاص هقول لاسلام موال العزبي هيعجبك. طب اي خدمه يا عم، ده عشانك انت يا عم. ده اهداء لاسلام. اهداء ليك يا اسلام، نورت الدنيا يا اسلام. تسلم. شكرا يا اسلام، نورت الدنيا. معايا تليفون من اسماء. الو يا اسماء. يا مساء الخير يا تاح. مساء الفل عليك يا اسماء. انت منور الدنيا وجايب لنا بقى كيمه وقامه كبيره جدا الفنان الكبير حلمي عبد الباقي. اهو معاك اهو. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. والله بص انت فعلا رجعت تنور ايامنا تاني. يا رب يخليكي. والله بجد بص يعني احنا مش عايزينك تغيب من على الساحه تاني. مش هيحصل، ما انا حرمت والله خلاص. وبتمنى تغني اغنيه لمحرم فؤاد. محرم فؤاد؟ يا ريت مش عينه يعني. ماشي خلاص. طيب هغنيها لك والله حالا. طب مش عايزاه طيب يغني حاجه طب من اغانيه؟ يعني مش عايز تسمعي ذكريات لايف منه؟ الايه؟ ذكريات مثلا منه؟ ذكريات. طيب وعايزه بس اساله يعني مش هيحاول يعني تجربتي التمثيل تاني؟ ان شاء الله ان شاء الله. كله جاي انا بس. كله جاي يا اسلام واسمعي الاجابه. بس نورت يا اسلام. نورت يا اسماء. انا بسخن دلوقتي يا اسماء وكله جاي ان شاء الله. طيب يا نجم انا عايز اعرف بقى،
هل انت في بدايه غناك كان يعني كان في مشاكل كانت واجهتك او صعوبات، ولا كان في جيل التسعينات كانت الدنيا سهله بالنسبه لهم عن الجيل الحالي؟ لا، هو الدنيا ما كانتش سهله ولا حاجه، بالعكس ده الجيل الحالي بيتمتع ان في فضائيات وفي سوشيال ميديا وفي 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 حاجات كتير قوي، الكلام ده ما كانش متاح بالنسبه لنا. ولو ان انتوا الاغاني بتاعتكم اقوى كمان من الاغاني بتاع الجيل، سبحان الله. طبعا بس يعني كان حدودنا الإعلامية محدودة جدا عن دلوقتي. انت دلوقتي في القنوات الفضائية كتير، في السوشيال ميديا، في طبعا طبعا دنيا مختلفة طبعا بالزبط. فده كان فارق كتير قوي من دلوقتي للزمان. طيب انت شايف برضو ان ان ان, إن في التسعينات برضو، او مثلا يعني في الجيل بتاع التسعينات ظهر طبعا مطربين عرب كتير، هل هم خطفوا النجومية من المصريين في الوقت ده؟ خالص يعني يعني بالتحديد في جيل التسعينات كانت مصر متفوقة جدا 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 على كل الوطن العربي، وما زالت والله والحمد لله. والله وما زالت يعني مصر هي يعني الأم، بتحتضن كل مواهب اللي موجودة على مستوى الوطن العربي كله. دي حقيقة فعلا. طيب انت قلت هتسمعنا ايه، عزبة ولا رشدي؟ اللي انت عايزه. طب عزبة يلا. تليفوننا 2-18-10-86، ورقم رسائلنا 199، اما صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة راديو 99. ولسه مكملين مع نجمنا النهاردة الفنان حلمي عبد الباقي. عايز اعرف بقى انت محضر ايه مشاريع الفترة اللي جاية؟ في مثلا ألبوم غنائي، في بعض الاغاني داخلها، انا دلوقتي سنجل ناوي تعمل دويتو يعني؟ يقول لا ان شاء الله في سنجل بشتغل فيه دلوقتي. عملت على فكرة اكتر يعني، انا كنت قبل ما اتوقف كنت عامل شبه ألبوم كامل يعني كامل، ولما توقفت بقى سبت القصة شوية. حتى هتنزلهم الأغاني دي؟ بس طبعا مش هنزل المزيكا يعني. اتغيرت طبعا والدنيا اتغيرت. لا لما بدأت أرجع بدأت بقى أحدث الأغنية اللي حسيتها أنها قديمة خلاص اركنها دلوقتي، في أغاني حلوة بس لكنك بيعمل ألبوم جديد بالظبط كده. بس إن شاء الله يعني قريب هعمل بإذن الله غنوة ان شاء الله تبقى حلوة قوي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت من الجيل القديم، ليه ما رشحتش نفسك في انتخابات النقابة؟ ما هو حصل يا ريس. رشحت نفسك يعني انت مرشح نفسك لانتخابات النقابة ان شاء الله. طب يا رب بالتوفيق يا رب. طب ايه يعني انت ايه برنامج او انت ناوي تعمل ايه في النقابة يعني؟ انا اعرف ان نقابة المهن الموسيقية ديت من اغنى نقابات مصر. ما هي دي الكارثة. ليه بقى دي الكارثة؟ يعني انا عمري في حياتي يا عبد الفتاح ما تخيلت ان انا اخش انتخابات وما انتخابات والكلام ده. بس انا لما بدات اسمع حاجات كتير قوي يعني بدات اسمع ان معاش الموسيقي كان 500 ولا 550 وبقى 600 او 700. طبعا انا يعني حاجه منطقيه جدا يعني ال 700 دلوقتي يعملوا ايه؟ في سمعت ان في موسيقيين كتير جدا ما بتشتغلش، قاعدين في البيت، واللي تعبان واللي ما بيشتغلش يعني. انت داخل ببرنامج ناوي تساعدهم يعني؟ طبعا يعني انا ما عنديش. هو ده سبب دخولك اللي انت عايز تخش النقابه صراحه يعني؟ تقف جنب الناس يعني؟ ما عنديش اي ميول تانية غير اني حسيت ان انا من واجبي ان انا اساعد بجد، اساعد الناس بجد، اساعد الموسيقيين، اخليهم يعني طبعا بعون الله يعني، وطبعا باذن ربنا يعني باذن الله اعمل قصارى جهدي ان انا ما اخليش موسيقي قاعد في البيت. انا يعني امنيتي يعني فيما معناه مثلا لو انا فرقتي 10 تنفار وزودنا عليهم واحد من الناس اللي قاعده دي، ايه المشكله؟ زودنا عليهم 2 يعني هتقف على الموسيقيين التانيين بكام؟ 5 جنيه 10 جنيه مش قصه. بس بدل ما يبقى موسيقي قاعد ليه بيت وليه اولاد وليه زوجه وليه مصاريف يشتغل حتى لو هو مش شاطر، حتى لو يبقى بنتكلم في حاجه كويسه قوي. ان الى جانب ان نقابتنا زي ما انت قلت دي من اغنى النقابات في مصر. انا اعرف كده يعني. احنا عايزين نعمل احسن علاج واحسن مستشفيات، وحقنا حق الموسيقي تمام. وحق الفنان على نقابته انه يتعالج احسن علاج، وما يبقاش فيه الروتين يبقى انا تعبان وبخش المستشفى طب هات لنا امضه مش لا انت تخش المستشفى وتتعالج بالكارنيه بتاعك
وبعد كده يبقى يحلها حلال بقى النقابه. صح طبعا اكيد اهم حاجه رقم واحد العلاج يعني طبعا. فدي حاجات انا يمكن كنت بعيد عنها قوي وما كنتش بسال وكده، بس لما قعدت مع ناس كتير قوي وعرفت اللي قلت لا انا لازم اخش اعمل واجبي يعني واجبي ناحيه صحابي وزملاتي في المهنه الموسيقيين. فنفسي نفسي بجد يعني بدعي ربنا ان ربنا يقدرني واعمل اللي انا في دماغي. يا رب يولي من يصلح ان شاء الله باذن الله وبالتوفيق باذن الله يا رب يخليك. طيب انا عايز اكلمك عن حفله القرن، انت طبعا اشتركت في حفله القرن لحفله جيل التسعينات. انا للاسف كنت في الامارات، كنت ساعتها في الامارات. في الامارات يعني في الامارات ده شغل خاص يعني كلموني بس للاسف كنت في الامارات يعني عندي شغل هناك. طب انا عايز اتكلم عن موضوع الشغل، انت لما بتحط عن المجال الفني انت دخلت في مجال البيزنس؟ دخلت في مجال البيزنس واحلى فشل في الدنيا. لا والله. ليه بس كده؟ والله يا عم يعني ما اعرفش، انا من النوع اللي هو ما يعني ما بيعرفش كتير قوي في البيزنس والحاجات وكده، فتقريبا يكون بتخش يعني مشروع يفشل يعني بالصلاة على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. فعشان كده في الاخر قلت لا انا الحاجة الوحيدة اللي بفهم فيها هي الغنى والمزيكا. خليني في الغنى يا جدعان، خليني في الحتة دي. انت عملت مشاريع برا مصر ولا جوه مصر؟ عملت برا مصر وجوه مصر والاتنين بس دخلوا على بعض. الله عسل والله. يا رب يكرمك يا رب ويوفقك يا رب. والله بص يا عبد الفتاح في الاخر بالبلد يعني اجري يا ادم جري لحوش عن رزقك، عن رزقك. هو كلها ارزاق وبتاعت ربنا، كلها ارزاق طبعا. ونعم. يعني ما نجحتش في البيزنس لان انا مش بتاع بيزنس. ففي الاخر قلت طب انا مغلب نفسي ليه؟ انا عارف عمال اروح واجي واعمل انا بتاع غنى يا جدعان. فخليني في الغنى يعني. طب هتسمعنا ايه؟ اسمعك ايه؟ اللي انت عايزه. قول بقى يعني انت تسمعنا حاجه ليك ولا تسمعنا حاجه انا عايز اغني برضو في الاغنيه اللي ما غنينا ذكريات الناس قلبت ذكريات. يلا نغني، يلا بينا ذكريات. ايه الاغنيه الجامده دي؟ صراحه الله يرحمه الهام شاري، الله يرحمه بطل الاغنيه دي اللحن طبعا طبعا. ايه الاغنيه طبعا. دي وعامل مساحات في الصوت، مساحات صوته ايه ده، وكم تيمه في ايه ده ايه ده ايه ده كم تيمه صحيح ايه ده، يعني هي الغنوه دلوقتي ربع تيمه يعني يعني ده في ده ايه ده ايه ده يا جدعان ده، وتنقلات وحاجات كتير حاجات كتير. الله يرحمه ويحسن اليه طبعا يرحمه. هو عمل روائع بصراحه طبعًا يعني طبعًا. ولو كان موجود دلوقتي كان يعني كان هو مش الطب، كان الطب الطب بليغ كان هو ده امتداد بليغ بالظبط. الله يرحمه ويحسن اليه، الله يرحم الاثنين. انا معايا تليفون بس من الاستاذ اسامه. بيتكلمنا كتير استاذ اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ اسامه. ازيك يا باسم؟ كل عام وانت طيب. وانت الاول بس الف سلام عليك، ربنا يا رب يشفيك ويعافيك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. جاله يعني زي جلطه كده خفيفه، فربنا يشفيه ويعافيه، بس هو بيحبك جدا جدا. الحمد لله، وتحياتي لاستاذنا الكبير صاحب الصوت الذاتي الاستاذ حلمي. يا رب يخليك. ألف سلام عليك. اللي أنا حبيت واتجوزت على أغنية ذكريات. يا حبيبي يا حبيبي ربنا يديك الصحة حبيبي. بس إحنا مش عايزين بس نطول عليك في الكلام، قول لي طيب أنت عايز تسأله في إيه؟ أنا عايز بس أقول له يا أستاذ حلمي بعد ذكريات ونومي والحاجات الحلوة دي. أنا بسمي حضرتك آخر رجال محترمين في شغلك الكاسيت. يا حبيبي يا رب بأمانة. يا رب يخليك يا رب. يا أنت تعود لينا بجد. إن شاء الله. وأشكرك وأشكر الأستاذ المذيع بجد بجد، أنتوا ذو جدا. شكرا يا أستاذ أسامة. والأول بس قبل الأسئلة دي كلها ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويقومك بالسلامة وترجع أحسن من الأول بإذن الله. ربنا يخليك. سلامتك يا أستاذ أسامة ونورتنا يا أستاذ أسامة. الله يخليك. اتفضل اتفضل. عايز أقول لك على حاجة قبل ما أنا آسف يعني. اتفضل. أجمل حاجة في الدنيا حب الناس. طبعا يعني حب الناس ده شيء
مفيش اي مفيش اي بني ادم يقدر يشتريه. ده اغلى حاجه في الدنيا. لو انت عندك ملايين الدنيا والاخره ده اغلى حاجه تقدر تشتري حب ده. الناس لا لا حب الناس ده ده اغلى الناس يعني. والله الله يرحمها امي كانت وانا نفس الشيء الله يرحمها روح ربنا يحبب في خلقه. والله هي دي الدعوه اللي احلى دعوه طبعًا. تاخدها من الاب او من الام طبعًا. يعني بصراحه طب ما بالنسبه بقى الاب والام انت قول لي اسرتك بقى انت. انا طبعا امي وابويا يعني يرحمهم ربنا يرحم الله. احنا بنتكلم على الاولاد الزوجه وعندي زوجتي تمام العظيمه يعني ربنا يخليها لك ربنا يخليها لي. وعندي دينا ما شاء الله ومهتاب وساندي وبكيناب يا ما شاء الله ابو البنات أبو يا البنات. ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء. طب ما فيش حد منهم طب طالع في المجال الفن ولا لا يعني هم بيغنوا كده في الحمام يعني زي اي بنت في المطبخ. بنت ساندي جابت في ثانويه عامه 90% ودخلت معهد سينما بس قسم ديكور ديكور يعني يعني برضه في مجال فني بس عايزه ديكور يعني فنانه برضه يعني ربنا يا ربي تشوفها باعلى المراكز باذن الله وتشوفها احسن مهندسه ديكور في مصر باذن الله. طيب احنا في نهايه الحلقه بقى عايز اختم معاك بقى تغني لنا كده اغنيه حلوه كده من اغانيك الحلوه. تحب بقى تسمعنا قديم ولا تسمع تقفل معانا تختم معانا باغنيه من اغانيك زي ما انت عايز. والله انا طبعا يعني قبل ما اقفل انا بشكرك جدا.